أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. للأسف الشديد اليوم إحنا وصلنا إلى أعلى نسبة إصابات، بالمقابل هناك أمل بأنه إحنا عندنا أيضا أعلى نسبة حالات شفاء، ما يقارب 1263 حالة شفاء، لكن 2436 حالة إصابة، فإحنا أمام طامة كبرى. اليوم أعتقد الأمور من الجانب الصحي إحنا ما نستطيع أن نتبع الحكومة. أنا اليوم الرسائل اللي من مبارحة وإلى اليوم توصلني من مدينة الناصرية والوضع الصحي المأساوي في مدينة الناصرية للأسف الشديد يعني ينبئ بالخطورة. الناس يقولوا لي والله، أو يعني واحد يدزني مسج على الفيسبوك يقول لي والله أنا وأهلي وقرايبنا وجيراننا كنا حاجرين أنفسنا بالبيوت، حاجرين أنفسنا بالبيوت وما نقدر نروح للمستشفى لأن المستشفى ما بها سرة، ما بها قناني أكسجين. والمصيبة الكارثة الأكبر أن قنية الأكسجين اللي كانت 120 ألف صارت 260 ألف. يعني شوف إلى تجار الأزمات وين دا يوصلون البلد، وإحنا في ظل هذا الظرف الراهن، الظرف الاقتصادي والظرف الصحي، يستغلون حتى دماء الناس، حتى مرض الناس ويتاجرون به. يعني احنا يمكن نذكر قبل من صارت موضوع الحملة على مستشفى البصرة لعلاج الأطفال للسرطان في وقتها، وشفنا كيف أنه الصيدليات القريبة من المستشفى يجيبون علاج الكانسر، يجيبون أوبر هندية مغشوشة، أوبر هندية مغشوشة سعرها 400 دولار، أوبر هندية مغشوشة سعرها 400 دولار، بينما هي الأصلية هم سعرها 400 دولار. فتصور حتى في هذا المرض وهو سرطان وعند الأطفال أيضا يتاجرون دولة تجار الأزمات اللي لا ذمة ولا ضمير ولا يخافون الله. النائب ستار الجابري عن محافظة ذي قار يتحدث يقول أن هناك تجارة واضحة في موضوع أجهزة التنفس، أجهزة التنفس اللي أو الأجهزة اللي تفحص كورونا اللي سعرها بالسوق 50 مليون، تمام، جايبينها بصفقة نعطين الواحد مسجلين الواحد بمئة مليون. يعني بدل ما يجيب جهازين يوفر على مدينة الناصرية جهازين، تمام، لا يجيب واحد والخمسين الباقية هو يستفاد بها. ما يفكر أنه ممكن أنه تصيب كورونا أو هو تصير به هذا المرض وبعدين ما راح يلقى لا جهاز تنفس ولا راح يلقى ممكن جهاز فحصة، وخلي هاي الخمسين مليون اللي كم جهاز راح يجيب بها، اللي راح يربحها من كم جهاز، 50 في 100 جهاز شقد راح تصير؟ ما أعرف شقد تصير. عود خلي تفيده وياه تنام بالقبر، الفلوس يحطوها بالقبر، ترى عيب كافي، ترى الأكفان ما بيها جيوب، خلاص وصلت البلد إلى مرحلة مهزلة. يعني إحنا ظلينا نستحي من أنفسنا، الناس بدأت تحتوي المرض، البلدان بدأت تحتوي المرض، وخلية الأزمات في البلدان الفقيرة والغنية تحتوي الأزمات، وإحنا لا، بالعكس ظلت الأزمات هي اللي تحتوينا. السيطر الناس على المرض، لا، إحنا المرض ظل هو يسيطر علينا بفضل الإهمال اللي موجود بالمستشفيات والفاسدين وغيرهم وغيرهم. النقطة الأهم اللي أريد أتحدث بها ولو طولت على الضيف الدكتور، لكن هاي نصيحة للمواطنين، النقطة الأهم اللي أريد أتحدث بها يا أخوان، مستشفياتنا للأسف الشديد أصبحت مقابر، اللي يدخل صاحي يطلع مريض. هذه نقطة منتهين من عندها. اليوم الوعي عليك أنت، الوقاية أمانة، أمانة أنت تتحملها من توقي نفسك من المرض وتلتزم بالإجراءات الصحية وإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وتلبس الكفوف والكمامة، ترى ما راح تخسر شيء. تدرون أنا والله يمكن اليوم ملابس بس يعني بالجو ما ألبسه، بس أنا فعليا بالحياة الاعتيادية لا لابس الكمامة، اعتبرتها ألبسها مثل ما ألبس قميص أو ألبس بنطروني، ألبس الكمامة والكفوف. الموضوع ما بيها لا عيب ولا مستحات، هذا مرض من يصيبك أنت راح تعم على الناس وتعم على أهلك، وممكن كبار السن وغيرهم أو بعضهم عندهم أمراض جانبية راح تصير عندهم مضاعفات بسبب كورونا، والنوب نخسر أهلنا وأحبابنا. فمو عيب الوقاية ومو عيب الالتزام، لأن إحنا دا نمر بواقع صحي مرير ما مارين بي، الله وكيلك حتى لو بزمن اليهود ما مارين بي، فدا نمر بوضع مأساوي وخطير. فالأولى اليوم أنت لازم تلتزم
بالحظر وتلتزم بالوقاية والتباعد الاجتماعي، هذا هو الحل الأفضل. غير هالشيء أنا أعتقد يعني لازم فعليا احنا نبدا بمرحله نودع احبابنا للاسف الشديد، وهذا يعز علينا جدا. يعني انا لازم كنت في بدايه الحلقه اريد اتحدث عن هذا الموضوع، هي نصائح لكم وانتم اهلنا وناسنا واخواننا، ومن نسمع اليوم حالات الوفاه عبر المية احنا نتالم بصراحه نتالم، وفي كل حلقه اظل احشي هذا الموضوع وانبه المواطنين، لان انتم اهلي واخواني احنا نخاف عليكم، ما بيها شيء، التزم بالكمامة اعتبرها حال انك كاشخ بيها، والله ظلينا نلبس الكمامة كشخة. الضيف اجاني الدكتور ورجل كبير بالعمر ودبلوماسي واجى لابس كمامة، نزاحها قبل ان دخل الاستوديو نزاحها. رحب بيك الدكتور مصلح الجبوري السياسي العراقي الدبلوماسي السابق، مرحبا بيك وانا اعتذر على طالب. مرحبا، اهلا وسهلا. بس الوضع مأساوي، يعني نشوف يمكن هاي الأيام اللي نمر بيها نسمع وفيات وكذا، شلون تقييمك للواقع الصحي في بداية الحلقة؟ تفضل. المعينة من الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هي الحقيقة من المستغرب أنه عندما بدأت الجائحة تتراجع في كثير من الدول أصبح الخط البياني التصاعدي في العراق. يعني احنا صرنا عكس كل العالم، العالم بدأت تحتوي الأزمات وتحتوي هذه الجائحة، والعراق بدأ الخط البياني في تصاعد. يعني هذه هنالك أسباب كثيرة، من هذه الأسباب أسباب تقع على مسؤولية الحكومة، وأسباب تقع على مسؤولية المواطن، وأسباب أيضا أخرى اجتماعية. يعني الأول أن الدولة تأخرت في غلق الحدود، واستمرت الحدود مفتوحة مع كثير من الدول المجاورة التي فيها إصابات بليغة وأصبحت بؤر لانتشار هذا الفيروس، فتأخرت الدولة واستمرت بالتبادل التجاري والتبادل السياحي والتبادلات الأخرى. أما المواطن أيضا الوعي الصحي عند المواطن متدني في العراق، لأنه الكثير من المواطنين الآن لو تعمل استفتاء، يعني أنت صاحب قناة وتستطيع أن تستطلع آراء مجموعة من الناس، تجد أن نسبة لا بأس فيها يعتقدون أن هذا الوباء هو غير موجود طبعا، وما يعتقدون بأن القسم الآخر كثير الآن. ممكن أنت منتبه اليوم اكتب الإصابات هالقد الحالات هالقد، راح يقولوا لك أنت مصدق كورونا؟ إلى قبل قليل أنا قبل أن أدخل الاستوديو واحد دازني مسج يقول لي والله أنت مصدق كورونا؟ ترى أنا ما مصدق، يعني كاتب لي مسج واحد يقول لي والله لي أنا ما مصدق، إلى أن توفى الكابتن أحمد راضي الله يرحمه، يلا صدقتها كورونا. شلون نتعامل إحنا ويا هاي العقلية؟ سياسيين كبار يعني طلعوا بالتلفزيون وقالوا هذه لعبة سياسية اقتصادية دولية، أرادوا أن يعممون ويكبرون هذا الموضوع لأسباب اقتصادية. فهذه المجتمع يفترض أن تكون عنده حالة من الوعي الصحي، حالة تتناسب مع خطورة هذا الوباء. نعم. الآن قبل أن نتحدث عن الوعي الصحي، الآن أنت بالبداية تحدثت عن الدولة تأخرت في غلق الحدود، هذا الانتشار اللي صار الآن هو سبب الدولة هي تتحمل المسؤولية كاملة؟ مو قلت لك لو خلية الأزمة تحديدا. لا لا، ليس خلية الأزمة ولا للدولة بمفردها، ولا خلية الأزمة بمفردها ولا المجتمع بمفرده. إذن ثلاثة أطراف مشاركة في عملية انتشار هذا الوباء. الدولة قصرت، والمنظومة الصحية كانت منظومة فاشلة، وخلية الأزمة لم تتخذ إجراءات حاسمة ورادعة مثل ما اتخذت في كثير من الدول التي أصدرت تعليمات ومنعت التخالط الاجتماعي، فرضت التباعد الاجتماعي، فرضت منع التجول، فرضت كثير من الدوائر أغلقتها. إذن الدولة هنالك تقصير من قبل الدولة، وهنالك تقصير من قبل المواطن، وهنالك
أيضا العادات مشترك المسؤولية. العادات والتقاليد الاجتماعية مثل مجالس العزاء، الزيارات، الطقوس الدينية، يعني كثير من الأمور اشتركت لكي ينتشر هذا الوباء. فإحنا الآن نأخذ صلاح الدين مثلا. طيب الشرقاط شنو سبب الانتشار؟ الشرقاط سبب الانتشار الرئيسي أنه المجتمع ما كان لديه قناعة بأنه هذا الفيروس حقيقي أو يشكل خطورة. كان الكثير منهم يعتقد أن هذا الفيروس لا تتعدى خطورته خطورة الإنفلونزا العادية. طيب. إلى أن يعني صارت إصابات كبيرة وحدثت وفيات، يعني البارحة 6 توفوا بضمنهم دكتورة في مستشفى الشرقاط. الآن اليوم بدأت الناس تتحسب وتتعامل مع هذا الوباء بشكل صحيح، وصار عزل اجتماعي طبيعي عند الناس بسبب رادع الخوف وليس بسبب الوعي الصحي الذي يتميز به المواطن. إذن لو كان هذا الفعل الوعي منذ بداية الأزمة، منذ بداية الأزمة لم يصل مستوى الخسائر إلى هذا الحد. طيب الآن برأيك الحكومة أو حكومة الكاظمي، بما أنه اليوم موضوعنا عن حكومة الكاظمي، حكومة الكاظمي راح تستطيع احتواء هذه الأزمة؟ وزير الصحة نجح فعليا بإدارة خلية الأزمة، خصوصا هناك أنباء عن جمع تواقيع من قبل النائب أعتقد كريم عليوي من ميسان الفتح يريد أن يقيل وزير الصحة ويعيد الدكتور جعفر عبد الأمير علاوي. نعم. شنو رأيك؟ يعني هي حتى هنالك مظاهرات شعبية طلعت طالبت بإقالة وزير الصحة، لأنه حقيقة خلية الأزمة لم تتعامل مع الوباء بما يتناسب مع الخطورة التي يفرضها هذا الوباء على المجتمع. يعني أنت تلاحظ مثلا خلية الأزمة في كثير من الدول ومنها الأردن كان في حالة انعقاد دائمة وفي حالة انذار. تمام. يوميا هنالك مؤتمر. كم بقى الدكتور أنت في البيت ما طلعت في تلك الفترة بصراحة؟ في بالبداية أكثر من أسبوعين لم أغادر عتبة الدار، وبعدين شوية 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 شوية، لكن أيضا لحد الآن إحنا لحد الآن التباعد الاجتماعي نمارسه، والدخول إلى المخازن لازم كمامات وكفوف، وأيضا أعداد محددة، إذا ربط الدائرة أكو أعداد محددة، إذا ربط السوبر ماركت أكو أعداد محددة، ما يسمحون بعدد بحيث يكون المحل مكتظ أو مزدحم. إذن لابد أن هذه كلها تعليمات خلية الأزمة. يعني خلية الأزمة فرضت على أهل المحلات، يعني المحل اللي يخالف التعليمات التي تصدرها خلية الأزمة يغلق. فرضت على الدوائر، فرضت على المصارف، فرضت على كثير من المؤسسات الخدمية أنه أكو هنالك تعليمات يلتزم بها المواطن، ممنوع أن يدخل بدون كمام وكفوف. حتى في السيارة الآن، في السيارة إذا أكثر من شخص ومو لابس كمام، مو لابسين كمامات، إذا أكثر من شخص بالسيارة ومو لابسين كمامات يتعرضون إلى المساءلة. إذن هاي كلها تعليمات خلية الأزمة. خلية الأزمة في العراق لم تتعامل مع هذا الموضوع بما يتناسب بخطورته. طيب أيضا الدكتور فالح زيادي النائب عن ائتلاف النصر تحدث عن الكثير من وسائل الإعلام روجت عن معلومات مغلوطة أن هذا الفيروس ربما يموت بارتفاع درجات الحرارة، وإحنا كيفنا كعراقيين قلنا هسه الحرارة إحنا ماكو مثلها بالعراق، خصوصا هسه من يجي الضيف، فأكيد راح يختفي هذا الفيروس، وهذه أخرت أخذ الاحتياطات وما تسبب في ارتفاع درجات حر، يعني ارتفاع الحالة تقصد؟ لا، هو يعني الفيروس مو حي، يعني هو بروتين ميت مثل البذرة مال الزرع. البذرة تخليها برا هي جماد، لكن عندما تهيئ لها تربة ومي رأسا تنمو تنبت إلى شجرة. كذلك هو هذا الفيروس، الفيروس مادة بروتينية ما فيها حياة، لكنه عندما تتهيأ الظروف المناسبة وتدخل في خلية معينة تنمو وتتكاثر وتؤثر على صحة الإنسان.
لذلك فحتى درجات الحرارة نعم ربما تؤثر على فعالية الفيروس، لكنها لا تقتل الفيروس لأنه مو كائن حي، هو جماد، هو مادة بروتينية ما فيها حياة، فكيف تقتلها الحرارة؟ ما تقتلها، لكن ربما تأثر على فعاليتها، تأثر على شراستها، تقلل من الظروف الملائمة لنموها وانتشارها. أما درجة الحرارة لو تقتلها كان العراق ماكو أكثر منه درجة. طيب الحرارة. الآن توصيفك لخلية الأزمة تحتاج إلى إعادة دراسة، تحتاج إلى تغيير. إحنا اليوم موضوع فلوس لو موضوع إدارة أزمة فعليا؟ لا، ليس موضوع فلوس. إحنا الفلوس اللي صرفت على وزارة الصحة منذ بداية العملية السياسية أكثر من ميزانيات دول كثيرة وفيها نظام صحي متطور يقدم خدمات بأعلى مستوى الخدمة، لكن إحنا مستوى الفساد الإداري، ومثل ما تفضلت أنت بالمقدمة قلت تجار يتاجرون بأرواح الناس، تجار الأزمات، يعني إحنا لحد الآن وفي هذه الظروف تجد من يريد أن يتاجر، تجد من يريد أن يروح يصنع أدوية ممكن أن تساعد المواطن وهي قيمتها لا تتجاوز دولارات معدودة ويريد يبيعها مئات الدولارات، تجد من يحاول أن يستفيد من أسعار الكمامات، في حين كثير من الدول وهنا من هذه الدول أغلب المؤسسات توزع الكمامات والكفوف مجانا، أنت تروح الصيدلية، تروح المصرف، تروح السوبر ماركت تلقى المعقمات وتلقى الكمامات وتلقى جميل الكفوف على الباب مجانا. مو صحيح ولا إيه؟ اكو نقطة مهمة، كيف تقييمك لعمل خلية الأزمة في صلاح الدين؟ صلاح الدين في بداية الأزمة كان عمل خلية الأزمة ممتاز جدا، يشكرون عليه، والدليل لم تسجل إصابات في البداية، يعني إلى قبل أسبوع يعني بلشت الأمور تتفاقم شيئا فشيئا إلى أن وصلنا يمكن اليوم صلاح الدين 21 أو 27، بس أكو حالات شفاء 24 بالمقابل. شلون تقييمك العمل خلية يعني الأزمة؟ هي في البداية تأخر انتشار المرض ليس بسبب إجراءات خلية الأزمة، وإنما أنه صلاح الدين منطقة مفتوحة أولا، ومن هي جزيرة ومن هي جزيرة، وعملية الاختلاط بها أيضا محدودة، فما انتشر المرض بسرعة. حتى عملية السكن في مدن وقرى صلاح الدين هو متباعدة، يعني ماكو مدن أزقة ومكتظة وتشكل بيئة مناسبة لانتشار الفيروس، وإنما المناطق السكن مناطق متباعدة وكل بيت مساحته 2000-3000 متر والشوارع عريضة وبها مناطق زراعية أيضا ومن هنا الجزيرة يجيها ومن هنا، فالظروف أكو تباعد يعني طبيعي، تباعد طبيعي وليس طيب. وليس بسبب جهود خلية الأزمة، بالأخير إجت من قبل بعض مثلا عناصر العسكر، الشرطة، الحشد، قاموا يجون إلى يروحوا المجازين لأهلهم في بغداد أو في الجنوب ويرجعون إلى صلاح الدين وانتشر المرض. والآن يعني المحافظ بدأ يفرض إجراءات باعتباره رئيس خلية الأزمة، يعني أراد أن يعزل صلاح الدين وفرض حواجز بين محافظة صلاح الدين والمدن المجاورة إليها، ولكن حقيقة المنظومة الصحية منظومة منهارة، يعني إحنا حتى الأجهزة يمكن حتى الأدوية ماكو، اللي يطب للمستشفى ما يطلع لأن المستشفيات بدأت هي تشكل بؤر لانتشار هذا المرض. طيب. يعني حتى أقنعة الأكسجين هسه تقييمك قد تنطيه يا بالمية المنظومة الصحية؟ المنظومة الصحية، وبعدين نرجع على خلية الأزمة صلاح الدين. المنظومة الصحية في صلاح الدين تكاد تكون أسوأ من المنظومة الصحية في أي دير، بالعكس تو مبارين مستشفى خيري بسامرة، يقول لك الحجر في صلاح الدين أفضل من هسه إذا واحد يلقى له حجر في صلاح الدين، ها أفضل من الحجر بمستشفى، احنا لاقين لا أحمد راضى الله يرحمه حجر في صلاح الدين كان وديناه، أفضل من ما ظل ببغداد مستشفى النعمان بؤرة مال
فساد إداري ومع المرض. الحجر في صلاح الدين، الحجر بالبيت أفضل أنواع الحجر. طيب المستشفيات هي بؤر لانتشار الفيروس. طيب حتى الأكسجين من شخص إلى شخص، اللي يطب سالم يطلع. طيب خلينا أنتقل لك الآن إلى تصريحات سيد الكاظم اليوم بأنه هناك يعني نحن نعمل على ضرب الفساد وسنحدد ساعة الصفر لضرب الفساد، هاي النقطة. وكان إلى اليوم تصريح أيضا على المنافذ الحدودية بأنها تخسرنا 3 إلى 4 مليار ما تقريبا، وتكلف الدولة هكذا يعني، ومسيطرين عليها ميليشيات متنفذة وإلى آخره. جاد السيد الكاظمي تجد يعني من خلال خطواته الأولى، لو الموضوع يعني سوالف اللي شبعنا منها من السيد عبد المهدي والعبادي وقبله وقبل. يعني هي التصريحات من قبل السياسيين احنا متعودين عليها. طيب يعني سبق الجميع العبادي ذكر ارقام، كان يذكر ارقام وكان يحاول عن هذا المصطلح المشهور نضرب الفساد بيد من حديد. طيب وتالي من غادر المنصب يد الحديد تركها بالميز، لم تضرب ولا شخص. فاحنا عبد المهدي قال 40 ملف عندنا، عبد المهدي قال 40 ملف، ويمكن هسه لو تفتش بإجراءاته الإدارية علي أكثر من 40 ملف، تطلع علي أكثر من 40 ملف. فإحنا التصريحات من قبل السياسيين سمعانينها، ولكن نأمل أن يكون الكاظمي أكثر جدية من سابقيه. لأنه هسه ما أريد الأمل أنا دكتور، أنا أتحدث عن شلون نشوف الخطوات مالته الأولية بصراحة. نعم هو أني هذا هسه احنا نأمل، كنا نأمل. تفضل. هو احنا ليش نأمل؟ يعني نأمل أن تكون خطواته جدية، لأنه بدأ بخطوات جدية فعلا. بدأ أولا بمسك المنافذ الحدودية وانطاها لمكافحة الإرهاب، وبدأ أيضا بازدواجية الرواتب، منع ازدواجية الرواتب وألغى ازدواجية الرواتب، قانون رفحة أجرى عليه تعديلات كثيرة وأوقف كثير من الرواتب التي تستلمها، كل عائلة كانت تستلم 3 أو 4 رواتب أوقفها واقتصرت على راتب واحد، وأن يكون داخل القطر، يعني الأموال التي كانت تهرب إلى خارج القطر أوقفها. إذن أكو إجراءات جدية، ولهذا هذا البارقة أمل يجعلنا أنه التصريحات التي يطلقها السيد الكاظمي قد تكون مختلفة عن التصريحات التي أطلقها سابقيه، وإن هنالك متابعة، وقد تكون هنالك نوعا من الجدية حسب الإمكانية. بالتأكيد هي التحديات كبيرة جدا، والكاظمي الآن يواجه تحديات كبيرة في اتخاذ الإجراءات التي تحد من الفساد. أنت تعرف كل هالأزمات، يعني الأزمة الصحية وأزمة الخدمات والأزمة الاقتصادية، كلها سببها الفساد. إذا استطاع الكاظمي ونجح في ضرب رموز الفساد في العراق، فإنه يستطيع أن يتجاوز الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية بنجاح، وسيسجل له التاريخ موقفا شجاعا وجريئا. أما إذا أخفق في معالجة الفساد يعني تماما، مثل ما أخفق العبادي قبله وعادل عبد المهدي، زادت نسبة الفساد، لم يخفق في معالجته لأن أساسا ما اتخذ إجراءات للمعالجة، وإنما نسب الفساد زادت تضاعفت. إذا نجح الكاظمي في الحد من سلوك السياسيين بالفساد، واستطاع أن يسيطر على إجراءات التعامل الإداري والمالي في الدولة ولو بنسبة 50%، 50 يعني 50 ترى نسبة كثيرة دكتور، يعني إذا استطاع بنسبة 50% فهذا يسجل له موقفا شجاعا وجريئا سيذكره التاريخ. إذا 50% إذا استطاع أن يقضي على 50%، يعني إذا 50% لازم 50% من الموجودين بالعملية السياسية يودعون إلى السجن، مو تمام؟ يعني هو يفترض لو كانت هنالك إرادة حقيقية وآليات صحيحة،
العملية السياسية 90% منهم يحطهم بالسجن، لأن أغلبهم يمارسون الفساد. يعني وليس فقط السلطة التنفيذية، ترى السلطات الأخرى أيضا متهمة بالفساد. يعني أنت الإعلام يوميا يشير بأصابع الاتهام إلى السلطة التشريعية وإلى السلطة القضائية وإلى السلطات الاجتماعية أيضا. يعني أيضا المقاولين داخلين بالفساد، ولهم شركاء سياسيين، رجال الأعمال، المصارف هما مصارف الأهلية. فنسبة كبيرة من المجتمع هي تشارك بالفساد. من يريد أن يقضي على الفساد عليه أن يهيئ ظروف مناسبة لضرب الفساد، مثل محمد بن سلمان أول ما بدأ برموز الفساد وحطهم في فندق، تعالوا حطوا لعدكم سقد أخذتم من الدولة، أن كل واحد قدر حط 80% من ميزانيتك ارجع أهل الدولة والباقي يروح عليه. إحنا إرادنا إجراءات إذا 50% همزية. إيه إحنا إرادنا إجراءات رادعة، إجراءات قوية تبدأ برموز الفساد. يعني هسه أكو أشخاص مشهورين بالفساد ليس في العراق فقط، وإنما أصبحوا شخصيات عالمية يشار لها بالفساد في كل العالم. يعني تسأل موريتانيا يقول لك فلان أفسد واحد بالعراق، تسأل ب ب ب ب بأفريقيا، بآسيا، بالبرازيل يعرفون الفاسدين في العراق. يعني عمليات الفساد التي حدثت في العراق لم تحدث عبر التاريخ في أي بلد آخر على الإطلاق. وأكو ناس الآن تتحدث، يعني ناس متابعين لعملية حركة الأموال من العراق وإلى الخارج، يتابعون حركة ناس اقتصاديين ويتابعون حركة عالميين. يعني يقدرون الأموال الموجودة والتي سرقت بشكل غير مشروع من قبل السياسيين في العراق تقدر بمئات المليارات، وقد تجاوز 500 مليار. واحنا هسه نداين، واحنا نداين 5 مليارات، نروح نداين 5 مليارات، قرينا قانون اقتراض داخلي وخارجي على مود نداين 5 مليارات، شهر الوراء 4 مليارات، وهكذا. وجوز ما نحصلها، جوز ما ينطون، وجوز ما ينطون. المؤسسات المالية الدولية أيضا ما ظلت عندها ثقة، بينما عندنا فلوس بالخارج طار على الخارج 500 مليار، مو تمام؟ نعم. يعني تعيشنا كم سنة فقط رواتب وكذا؟ 100 سنة تعيشنا، مو تمام؟ بس رواتب، مو يعني 100 سنة تعيشنا. إذا كل بدون نفط، بدون نفط، بدون نفط. إحنا حتى النفط، حتى عملية تصدير النفط، يعني لو نتخلص من الفساد اللي يرافق عملية تصدير النفط وإنتاج النفط خيرها كثير. يعني الآن ذاك يعني جولات التراخيص وغيرها عدا جولات التراخيص، أنت تنطي 1,000,000 برميل يوميا للمصافي داخل العراق. طيب هذا المليون برميل أنت تنطيها للمصافي غير ترجع لك مردود. صحيح. يفترض أقل شيء ترجع لك مردود بما يعادل سعر هذا النفط، في حين هو أسعار المنتجات النفطية والمشتقات النفطية هي 10 أضعاف النفط الخام. يعني يفترض تضاعف الأسعار اللي ترجع للدولة. يعني أنت من ينطيك 1,000,000 برميل نفط خام ايه؟ وتصفيه بنزين وغاز وبنزين طائرات. البنزين سعر اللتر 450. صح. يعني غير الدولة ترجع لها، هم مدى يرجع لهم 1,000,000,000 دينار مدى يرجع للدولة، كلها تروح إلى جيوب الفاسدين. فكثير احنا عندنا كثير من الأبواب اللي فيها الفساد لو تسيطر عليها، الجمارك، الضريبة، طمع، الحدود، النفط، التجارة، عملية البطاقة التموينية، يعني عمليات. لا البارحة أحد النواب يقول ناس يدخلون تايت، يدخلون عفوا جيجاير ويسجلوها تايت، والتايت ما عليها ضريبة ويدخل. يعني عملية جداً. فساد كبيرة جدا، ومنظومات من الفساد أصبحت مافيات، وهذا المافيات تمتلك يعني أجنحة مسلحة. يعني حتى من الشخص اللي يجي إذا كان مفرد، يعني إذا كان ما مسنود من قبل جهة دولة أو جهة أخرى، يصفوه يقتلوه، لأنه هاي تمتلك هذه المافيات، مافيات الفساد تمتلك أجنحة مسلحة وتمتلك فرق اغتيالات وتمتلك نفوذ في الدولة
تنقله ثاني يوم اذا ما تريد تاذيه وما تريد تنقله ما تخليه اسبوع واحد في هذا الموقع، تنقله الى موقع اخر. طيب الان موضوع الحدود او ضبط الحدود الجمارك، تمام، اللي اليوم تحدث عنها السيد الكاظمي، الان يستطيع السيد الكاظمي لو هذا بس كلام، قراءتك للواقع اعطيني والله بعيدا عن مجاملة الكاظمي، خلينا نعطيه مجال، ممكن تمشي ممكن يمشي ممكن يعبر بالبلد الى بر الامان. هو اجراءات، احنا قلنا اجراءات السيد الكاظمي في البدايه انطتنا بارقه عمل. طيب. ومن هذه الاجراءات انه سلم المنافذ الحدوديه الى مكافحه الارهاب. نعم. ومكافحه الارهاب، بس هذا دكتور مع احترام هذا الكلام مو دق، يعني مو الى الان ما استلمت مكافحه الارهاب اي حد من الحدود، يعني كان فقط هو مجرد كلام لكن لم يطبق الى الان. يعني يفترض ان عندما يصدر قرار يفترض ان يطبقه، فاذا استلمت مكافحه الارهاب واصبحت عليها رقابه شعبيه ورقابه من الدوله اكيد يعني يكون جاد في محاربه. بعدين الان الحوار مع الوفد الكردي ايضا، يعني هو على مدى الرواتب بداوا يطالبون انه الموظف يستلم الراتب بالبصمه حتى ما يكون عنده لا فضائي ولا اكثر من راتب، لانه يعتقدون ان هنالك مئات الالاف من الموظفين هم فضائيين او يستلمون رواتب مزدوجه. فعندما تكون عمليه استلام الرواتب بواسطه البصمه هذه تحد من ازدواجيه الراتب وتحد من عمليه الفضائيين، لان ما عنده بصمه ما راح يستلم راتب. طيب. والبصمه عندما يستلم راتب واحد يريد يستلم راتب ثاني تطلع بالبصمه يقولوا له انت مستلم راتب، فتحد من عملية الفساد. طيب هاي شلون صار لنا كم سنة احنا مزدوجين الرواتب وبدأ يستلمون رواتب وبقانونا يعني ما يصير يرجع رواتب يستلم من الثاني لو خلاص انه راهن، يعني شلون هذه يعني اكو مواطنين راتب واحد ما عندهم واكو مواطنين يستلمون بالبيت يستلمون خمس رواتب تطلع 30 مليون واكو فقير ما عنده حتى راتب رعاية ينطونه كل شهرين 100 ألف. يعني احنا حسب ما ذكر العبادي قال عندنا 65 ألف درجة فضائية فيها جيش مو و50 ألف في الحشد و18 ألف في وزارة التربية و10 آلاف في وزارة المالية وما ادري ايش قد، هذا ناهيك عن اقليم كردستان. فحتى هذه فرص وظيفية للعاطلين ممكن ان توفر. هسه يعني القرار بتوقيف ايقاف رواتب المزدوجين راح يوفر على الدوله كثير، ممكن الدوله تستغلها بشغله اخرى انه تزيد رواتب الرعايه الاجتماعيه، تزيد رواتب المتقاعدين، المتقاعدين يستلمون 300 ألف و200 ألف مو تمام. كل شيء تقدر تسوي لانه سوف يتضاعف دخل الدوله عشرات المرات. يعني انت شركه الاتصالات، شركات الاتصالات هذه باب من ابواب الفساد، المزاد العمله باب من ابواب الفساد اللي يهدر اموال ويهرب اموال كثيره، الجمرك، الضريبه، المنافذ الحدوديه، يعني كثير من العراق بلد مليء بالخيرات. يعني عندما يحسن اداره البلاد، عندما يتولى الأمور شخص يحسن إدارة البلاد بطريقة علمية ومهنية ويمتلك قدر كافي من الحرص على هذا البلد وعلى أموال البلد، يعني فيه أموال تعيش بقد شعب العراق النوب. يعني إضافة إلى النفط، احنا عندنا زراعة وعندنا مؤسسات صناعية ممكن تفعيلها وعندنا موقع جغرافي كبير، عندنا موارد مائية، عندنا ما شاء الله، لكنه نحتاج إدارة ناجحة حريصة شجاعة قادرة على أن تستغل هذه الموارد وإدارة هذه الموارد بطريقة
علمية وتأتي بالأشخاص أصحاب جميل. الكفاءة والمهنية من يمتلكون الحرص على البلد. جميل. طبعا وصلني عاجل الآن لفت نظري العاجل عاجلين طبعا، أولا النائب المعمور يطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بضرورة استبدال مدراء دوائر الصحة في الوزارة وبعض المحافظات بعد أخفاقهم في تطويق الأزمة، هاي نقطة. والنقطة الثانية اللي وصلتني أن تركيا تسجل 1492 إصابة و24 وفاة، يعني تركيا اللي كانت إصاباتها يمكن تذكر في تلك الأيام 4000 و5000 6000 وصلت، اليوم 492 وإحنا 2400، يعني فرق 1000 تقريبا، وفاة 24 وإحنا وفاة أكثر من 100. يعني شوف تركيا اللي هي أكبر من العراق استطاعت ربما تطويق الأزمة، إحنا كسكان تركيا ضعف العراق، تمام؟ يعني إحنا وين رايحين بهالحالة فعليا الأيام القادمة شنو تنبئ بشهر جاينا؟ إحنا مو قلت لك إحنا إذا لم تتخذ الدولة إجراءات جادة وتستخدم كل الإمكانيات المتاحة لها في عملية تطويق هذه الجائحة فإننا ذاهبون إلى وباء شامل سيقضي على نصف المجتمع. السبب مدراء الدوائر في المحافظات، المنظومة الصحة. المنظومة الصحية بشكل عام، المنظومة الصحية من الإدارة الرئيسية إلى الدوائر الفرعية إلى عملية إدارة المستشفيات، يعني احنا عندنا نسبة مساكين الأطباء، نسبة الوفيات بالأطباء وصلت 24%، يعني ما موجودة هذه النسبة في كل العالم. أطبائنا دي نضحي بهم شباب مثل الورود، وصلوا أكثر من 500 واحد وفاة هم في خط الصد الأول. طبعا كل التحية للكوادر الصحية اللي يعملون في خط الصد، وهم أكيد ما لهم ذنب بفشل الإدارات، يعني هذا الشيء أكيد. يعني احنا بنضحي بشبابنا وكفاءاتنا العلمية والطبية بسبب سوء الإدارة، يعني هذا شعور بالمسؤولية الوطنية لازم يتحسسها المسؤول من أعلى مسؤول إلى أدنى مسؤول، هذه أرواح الناس، وبعدين هؤلاء ثروة وطنية. يعني أنت الطبيب ليش أنت كم شهر تخرج طبيب؟ الطبيب عشرات السنين يلا يتخرج طبيب اختصاص، يعني مو سنة وسنتين وخمسة، احنا 6 سنين يلا يتخرج طبيب بكالوريوس، يراد له 6 سنين أخرى يلا يحصل اختصاص، إضافة إلى أنه التدريب والممارسة كل يراد له دراسة 12-13 سنة يلا نحصل طبيب ونجي نضحي بهم بسبب سوء الإدارة. يعني هذه مسؤولية لازم يحاسبون الإنسان المسؤول عن إدارة المنظومة الصحية في العراق، يجب أن يخضع للمساءلة عن أرواح هؤلاء، عن أرواح الناس اللي تموت الآن، عن هذا النقص في شفت الناصرية الأجهزة. مو شفت الناصرية أول امبارحة نقص قناني الأكسجين، شون الوضع مأساوي كان بها في كل مكان، مو بس بالناصرية في كل مكان. ليش البصرة؟ البصرة معاناتها قليلة، بشر قاطة البارحة الماتوا يومين ما حد يجي يجرب لهم، تاتجي مدري من يوم فرقة تدفنهم، تجيب معك أجهزة الدفن معك، يعني هذه مأساة. المسؤولين عن هذه الأزمات طيب لازم يحالوا إلى التحقيق والمحاسبة والعقوبة. جميل، بدقيقة أختم، يعني أقل نصف دقيقة، الكاظمي سينجح بنسبة كم فعليا قراءتك للواقع في الأزمة الصحية الصحية والجميع الأزمات المتراكمة في البلد؟ والله هي تعتمد على جديته وقدرته على اتخاذ القرار، جرأته في اتخاذ القرار، لأن هو الأحزاب أكيد رايح مطوقته، وأكيد هو ما عنده قدرة وإمكانية على مواجهة هذه الأحزاب، لكنه يعني لكن الإجراءات اللي يتخذها إذا كان جادا فتعتمد على مبادراته وجرأته في اتخاذ القرارات. نعم، جميل. شكرا الدكتور مصلح الجبور السياسي العراقي دبلوماسي سابق، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة. نقول عن الدكتور مصلح الجبوري أنه يقول بعض السياسيين العراقيين وصل صيت فسادهم إلى موريتانيا وأفريقيا وآسيا للأسف الشديد، وعندنا 500 مليار مهربة خارج العراق، 500 مليار دولار ممكن تمشينا سنوات طويلة، على الأقل 10 سنوات كرواتب ما عدا النفط. نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد. ها هو مقداد الحمداني، أترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.